بدينا قلبي 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 وين قلبي مدري من بدينا بيد من عيني عليه ولا من علي عينا قلبي 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 مدري وين قلبي قلبي مدري وينه امشي واروح للحكي اذني تروح وين 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 الحكي مدري وين وين الحكي مدري وين لا بيدك ولا بيد الغير تقرر وتصير اثنين لكن بيدك تهوى وتهوى ويسمونك ابو قلبين فشلتني بكل مقارب ما شنو شو قاعد تقحصين ولا قاعد تشربين انت خلونا نشرب على راحتنا شو الله الو قماشه هلا دلوله هلا حبيبتي صدقين تونا كنا في سيرتك قماشة شو العلوم اللي متعلمتها تشذبين علي أنا إيه أنت ليش ما قلتي لي إني رايح الشالة ويا كنعان وعائلته ليش حبيبتي تغارين مكان قدامكم ما حسينا فيه قماشة أنت تدريني ما أهتم بهذا الشيء بس على الأقل تقولين لي وليش معناته هذا يعني صار ما صار شيء لا صار وبعدين هذا ليه موظفين عندي ولازم يستأذنون مني أنا ما يخالف ما فيها شيء أنا قلت لهم إن أنا خذيت لكم إذن من دلولة بعد حلو وأنا آخر من يعلم يا حبيبتي يا بعد عمري المفروض أن يكون دلالك من دلالي زين أعطيني كنعان 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 كاهو قاعد يغف العصير
اقصد قاعد يشرب العصير. اي زين شربيه خلي بطني ينتفخ. زين سمعيني انا باكر بمر عليكم. لا 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 حبيبتي ايش حقتين؟ لا تتعبين نفسك، احنا باكر ان شاء الله راجعين. وبعدين دلوله انت مرهقه، المفروض انك ترتاحين في البيت. قماشه مو بشغلك راحتي، رجاء روحي. يلا يلا مع السلامه. مع السلامه قماشه. ايش تبين؟ اعتذارك مرفوض مرفوض. لحظة دلال دلال من؟ قوة دلال سلامتك يا باي. من يتحكى؟ أنا طارق. نعم في شيء؟ لا أبد سلامتك، بس حبيت أتطمن عليك، عسى ما شر. ماكو شيء بس إرهاق. وبعدين من اللي قالك عني؟ الناس كلها تدري. إي ولا نسيتي انك فنانه معروفه ومشهوره؟ اي على العموم انا كان المفروض اليوم امرك واتطمن عليك، بس بصراحه دريت متاخر. ان شاء الله امرك باكر. لا تتعب نفسك، انا باكر بطلع ورجاء لا تمر علي. دلال دلال انت ليش قاسيه معي كذي؟ لاكثر من مره اقول لك لا تمر علي ورجاء خلني في حالي، تسمع ولا لا؟ ما عليه دلال، ما عليه. انت اليوم تعبانه، احاجيش باكر. اوه روح يبا ذبحتني، ذبحتني. ابو رام، ابو رام يا ربي يا رب. دلال في حدا؟ اذا ممكن تعطيني مناوم. مقاطره نوم. ليه يا اختي دلال؟ الدكتوره سلوى ادتك حبوب الاعصاب، المفروض تكوني في سبع نومه. قلت لك اعطيني مناوم، ما تفهمين انت؟ يلا روحي على امرك، اشوف الدكتور. مندوب المجلة يكشف الأسماك الفاسدة، خطة ذكية من الأشرار تخش المستهلكين. تفضل يا أختي دلال، الدكتور ما عندوش مانع. هذه منوم؟ أيوة منوم. شنو هذا؟ واخر اعمالكم؟ طلعي برا، طلعي ابا نام. ما احنا قاعدين، مش بتقولي عندك ارق؟ ارق ولا مرق؟ ابا نام مو شغلك، طلعي برا. على راحتك على راحتك، تصبحي على خير. تحب اطفي لك النور؟ لا ما بدي تطفين النور، يلا طلعي. اوكي. يا حليل هالواد اللي سوى. أتذكر إن أخوك وايد مستانس من المكان. أي والله. صدقيني أختي قماشة، انت غيرتي علينا روتين الحياة. ظاهر الوالدة ما تطلعونها من البيت، حابسينها بالبيت. لا الوالدة ما طلعت من البيت من سنين. دام كذي اخت امل، اذا انتو تبون تغيرون مكانكم ولا تبون تطلعون بالشاليه، حياكم الله باي وقت، الشاليه تحت امركم باي وقت. تسلمين يا اختي قماشة.
اجيب لك شيء تاكلين انت يا هلا؟ لا تسلمين، مو الحين. مو عادية، فيلزمها شامبو غير عادي. جديد هيدن شولدرز الحماية اليومية بغسلك اليوم، يقضي على الجراثيم ومثبت علمياً أنه يخلي شعرك 100% بدون قشرة ويحافظ على ترطيبه. غسلك اليوم تحميك من الجراثيم والقشرة مع جديد هيدن شولدرز الحماية اليومية. ريح راسك بأي وقت وين ما كنت. المسلسلات، البرامج، وكل اللي خاطرك فيه لين عندك ومعاك. برامج ومسلسلات السعودية وإس بي سي وقناة ذكريات، وأيضا البث المباشر لقنوات هيئة الإذاعة والتلفزيون. ببساطة كل اللي فاتك على الشاشة تلاقيه بتطبيق الأولى على الجوال أو الموقع الإلكتروني. مع الأولى ما يفوتك شيء. نقطع الظروف نفرح القلوب. ريمي، ماذا جرى؟ هل أنت بخير حبيبي؟ تفكر أحياناً بأن هناك في مكان ما شخصاً حزين، وهذا ما يجعلك حزين. أنا جائع. ليلة أمس لم نذق الطعام لأننا لم نستطع أن نربح ما يسد جوعنا. وأنا قد وصلنا. لن تنجح أبداً. أنا كما تحس بألم الجوع سوف تتسول. أنا ريمي واضحكوا لريمي. ريمي الفتى الشريد، يومياً الخامسة مساءً على قناة ذكريات. سادة في شمال لندن، في ميامي فلوريدا، في كاليفورنيا، لانسينغ ميشيغان، قريبا من جامعة كولورادو في بولدر. التقينا بأحد أبنائنا الذين يدرسون في هذه الولاية. أبنائنا طلبة الخارج الذين ينتهون من مناهج العلم الصافية ليعودوا مزودين بأقوى الأسلحة، وهو سلاح العلم، ليسهم جميعا في أداء الخدمة الواجبة تجاه وطنهم الغالي. أبناؤنا في الخارج، الأربعاء 11 مساء على قناة ذكريات. طيبة وما شفت منها لك الخير يعني. لا لا،
أنا مو قصدي هذا. ها. قصدي إيش رأيك فيها كزوجة؟ زوجة؟ من حقه؟ بعد أنا من عندي غيرك يما حقه. حقي أنا؟ شو الحكي يعني؟ ماشي زوجة لي أنا؟ وش فيه يما قماشة؟ بنية ومعروفة وتطلع بالتلفزيون قماشة راحت قماشة جاية والمصورين وراها يركضون والحمد لله وفوق كل هذا شاريك؟ شاريك شو خروف أنا؟ زين لحظة شوي يما. يعني ليكون هي اللي قالت لك الكلام هذا بس. لا يا يما من نظراتك حركاتك ابتساماتك وين تروح وين ما تجي كلها طالعة. روح مني وراك في مني وراك يعني ايش معناتها هذه يما كلها حب؟ بس يما يعني بصراحة أنا قماشة بالنسبة لي أنا أعتبرها كأخت ما يعني ما صعبة يعني إني أفكر أتزوجها. تحمل يما تحمل ترى إحنا في البحر تحمل تقول حق المرأة إن هي مثل أختي إذا كانت تبيك ترى تغرقك في البحر. يا يما تشوف الناس على سوالف أنا الحين مو قاعد أفكر بالزواج. زين ومتى يا يما أنا ودي أشوف عيالك ودي أشوفك يا يما أشوف عيالك أستانس بهم. إيه أجيبهم البحر إن يتسبحون وياي الله الله يا يما شنو قصدي يمه؟ انا قصدي هذه 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 شوفيها شوفيها امل امل هم اختي. انت يا ايما ما عليك من امل الموضوع خلي علي انا اول خلني بموضوعك انت وبعدين امل يصير خير. والله ما ادري شو اقول لك خلاص خلاص خلنا اجل الموضوع هذا بعدين. وش حق الاكل؟ كل عام ابو يمه لا اله الا الله يمه خل نروح نتغدى الواعي يلا صباح الخير دلال. صباح النور. انت هني بعد؟ ها اي اشتغل هني علامك مستقربة. المرة اللي فاتت بالعيادة الخاصة طلعتي زعلانة. ايه كنت متضايقة. ايه شوفي شلون يا دلال انا قايل لك بعدي عن الزعل كاشوف الزعل وين وصلت طايحة بالمستشفى هني. المهم ان شاء الله نمتي زين البارح. لا يا دكتور ما نمت ما نمت معنى ما اعطيني حبتين منوم لكن ما ادري وش فيني ما نمت. شوفي دلال قولي لي بصراحة شو اللي حصل وخلاك جتين حق المستشفى بالحالة هذه؟ وها خلنا أقول لك شغلة لا تخشين علي. إيه ترى أنا استشاري الأمراض النفسية والعقلية وأفهم بهالأمور هذه زين. شفت شلون؟ علشان كذي قولي لي بصراحة. قاصر قاصر بس تقول أني مجنونة. لا 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 يا دلال منو اللي قال عليك أنك مجنونة؟ هذا تخصصي وأنا جاي هني علشان أشوف حالتك وبعدين شوفي هذا اللي يقرأ تقريرك ويطلع على حالتك صدقيني يزعل عليك يزعل أكيد بيخاف على صحتك. دكتور لا تكبرون السالفة أنا واحدة أرهقت نفسي وتعبت وحلمت بكوابيس وقعدت أصارخ إيش فيها يعني إيش فيها؟ ويكون في علمك ترى أنا بطلع من المستشفى يعني بطلع. خلاص خلاص يبقى خلاص اللي تشوفينه بس ها باكر وبعد باكر لازم اشوفك بنفس المكان علشان اطمئن على حالتك. دكتور شو هالحكي انت تبي تخوفني؟ اقول دلال انت مره فاهمه ومتعلمه ولازم تكونين متعاونه معاي. اسمع اللي صار لي اني حلمت بيني وبطلت عيني شفت يلني واقف قدامي وتميت اصارخ ويابوني في المستشفى وما وقفت صراخ الا يوم ضربوني ابره. سمعيني دلال ترى كل انسان بهالحياه ممكن يتعرض للضغوط ها والحالات النفسيه من كثر الشغل ومجابل اليهال بالبيت ومتطلبات العمل اليوميه شفت شلون؟ وانت المفروض اذا عندك مشكله ها تقررين وتحلينها ما تتركينها سايبه للزمن. الزمن ما يحل المشاكل يا دلال. وبعدين بوصيك على شغله ثانيه. شوفي انت الحين المفروض تبتعدين عن كل الضغوط اللي تواجهينها بالشغل ها وتاخذين اجازه
وتريحين وتبتعدين عن كل الشغلات اللي تعمل ضغط نفسي عليك، شفت شلون؟ وإذا سمعتي هالكلام هذا صدقيني ترى راح ترتاحين وايد. الله الله يا قماشة، اي والله ما تستاجرتي فيني اليوم. يا سلام يا سلام على البحر. أقول قماشة يعني خمت فيني أهجر كل ما تنوين على الشالية اتصلي فيني. حاضر خالتي من عيون الثنتين، الشالة وصاحبة الشالة تحت أمرك. وي 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 وحلو حزين لو 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 لو. يا بعد عمري انت والله. اقول قماشة انا بصراحة بغيتك بموضوع، ها بس مستحي منك. قولي يا مكنعان، قولي يا خالتي ايش بغيتي تقولين تحت شيء. اقول قماشة ايش رايك بكنعان؟ كنعان ولد اياويد والنعم فيه. ايش رايك فيه كزوج؟ يعني لو يكون زوجك ايش رايك؟ لا لا خالتي لا لا خلاص 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 مو لازم. لا خالتي موافقة. والله موافقة؟ يا خالتي يعني كنعان هو قال لك هالحكي؟ لا يا بنيتي هو ما قال لي، بس انا لما فتحت بالموضوع ها كان مستحي وتمافي. كنعان حياتي حياوي مثلك. اي بس خالتي هو ليش ما فتح لي موضوع الزواج؟ يعني بالنسبة لي دلولة باركيلي كنعان الظاهر ناوي يتزوجني. من صجية تحكي يا دلول، أمي حاجتني في الموضوع. على العموم إذا سمعتي هالرسالة اتصل فيني على الشاليه. باي دلول. مؤسس الدقة في عالم الحلاقة كينغ سي جيلات، نقدم لك مجموعة الحلاقة الجديدة بكل اللي تحتاجه عشان تعتني باللحية. بخبرة أكثر من 100 سنة في عالم الحلاقة، نقدم لك الأدوات اللي تساعدك تحلق بأسلوبك.
لكل رجل يريد أن يظهر بأفضل صورة كل يوم. كينغ سي جيلات، لحيتك على طريقتك. مرحبا، كيف حالكم؟ أنا صديقتكم عبير. وأنا صديقكم حكيم. أهلا، هو نفرح بلهجة وحوم. أهلا أهلا بالأحباب. في معلومات، في حكايات، في تسلية ومتعة. ضحكتكم ونحييكم. أهلا أهلا يا أصدقاء. مفاجآت نكتشفها أنا وإنتم. كنوز وحكايات يوميا الخامسة والنصف مساء على قناة ذكريات. انقذ سيدي إبراهيم. ترى من المريض حقا؟ أنت قمت بالمبادرة الأولى. تقدم وانجو بنفسك. اهرب اهرب. كنت أستطيع منع الحادث. آثار على الرمال الاثنين 11 مساء على قناة ذكريات. انطلاقة رهيبة من الزاوية، إبداع رائع. إذا ما سقط لليمين فليسقط إلى الشمال. شقلبة خلفية بانطلاقة رائعة جدا. مسك الذراعين من الخلف وانطلاقة. المصارعة الحرة الثلاثاء 11 مساء على قناة ذكريات. الدكتور بأن حالة الطالبة أمل أمر متوقع بعدما واجهت الحادث الذي مرت به. حادث؟ ويكمل الدكتور حديثه قائلا بأن علاج أمل قد يستدعي زمنا طويلا، وخاصة بأن الطالبة تقوم بتصرفات تستدعي فصلها من المدرسة. هذه بفصلونها. الظاهر كانت نقطة طوبة. ولكن إدارة المدرسة تراعي الظروف التي تمر بها الطالبة أمل، وهذا من المتوقع. ايش قاعد تصيدين يما انتي؟ تلشني بهالكابوي هذا يما. انصيدي اذا ما تصرخين ترى سمت كلهم ينحاكمون. يما يا طاح. حالفه 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 الا تصيد حتى الضب اللي بالبحر. حرام ناطرس بالثلاجه اليوم. العظيم رسنا. شنو؟ قد عندنا اللي يكفينا. انا مقتنع. عندنا اللي يكفينا، كلامك عدل، لكن امك تقتنع؟ كافي يما كافي. ايش دراني؟ يبا لا تصيدين ناس على جيتسكي ولا شيء معوده تعورينا حيل. صبر يما فيك انت. انا ما أفهم حق البحر الله يهديك. يقوم أخيها بإكمال علاجها بالخارج خوفا من نظرات الشفقة والحرج الذي بدت تعانيه من جراء ذلك. يا حلوك من فاكس. أثاري أمر طلعت بصرقعي وأنا ما أدري وين الله قط هالفاكس بيدي. شفكش من لساني يا أمل. هي طحت بلسان من لا يرحم إبراهيم الأدعم.
حد روحي ولا دلولة؟ شو هالمفاجأة الحلوة؟ دلولة أنا اتصلت فيك بالسيارة، كل الجهاز مغلق. أنا حبيت أسوي لك المفاجأة. واي يا حالاتها من مفاجأة تهبل بصراحة. بس قماشة لا يكون زعلتي مني. يبعد روحي، أنتي أختي، معقولة أنا أزعل منك؟ معقولة الخواتي تزعلون يا دلولة؟ عن الحكي البايخ. يلا تعالي حياك، تفضلي. يلا يا بنتي. شنو ترنقوا في فيلم المسدس الذهبي؟ هذا اللي أبيه ما يعني أنا أفهم في كل شيء. كل شيء تعرفين ما كل شيء. يلا يما يلا يلا نمشي نمشي. يلا توكلي على الله، أنا شوية ويكم. يلا يلا. الصراحة أحسن شيء سويتي اليوم إنك جيتي عندنا. وينك 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 يا أقول النظافة نص عمرك. يا تونسنا وناسة، سبحنا وصدنا السمك وشوينا اللحم. يا الله يونسك طول عمرك قماش بنت أمك وأبوك. آمين يا رب أبالي أحد يا أحد يا بقوطي نمن كت على جسمك طلعتي لنا كذي. زين إيش رأيكم فيها هالريش حلو؟ الريش شغل عدل والله. كنا مو كنا عبد الحليم يغني على مريم فخرين على البحر ويغني جديدة ترى الوالدة تضبط الدور عجيبة. شو هيك ماشة؟ والله ممكن ليش لا؟ سنة باكر يجيبون الكاميرات في البيت ويصوروني. يلا بردانة 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 خلني أروح أجيب أشوف إذا عندي فر ولا شيء وحاجة ثانية. شوفي يلا مع السلامة. تخليني بعد خليك. يلا يلا ماشي. ضحكتها مو عجبتني، انا حاسس ان ضحكتها صفرة. الصبح كانت قاعد تضحك زينها، اليوم شوي من قلبك ما ادري ايش فيك. انت قلتي لها شيء؟ انا ما قلت لها شيء، بس انت فتحت الموضوع؟ لا لا ابدا انا ما فتحت الموضوع ولا شيء. ليش قلتي لها الموضوع هذا بعد؟ قلتي لها؟ لا 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 ما قلتي لها؟ انا بعد ابدا والله ولا قلت لها شيء ولا قلت لها طالبوني. ايه تصدقين عاد؟ والله
لغايه الان ماني مشاهد. ليش؟ مفاجأة ينن لغايه الان، يعني الموضوع هذا اصلا، الموضوع هذا اساسا انا كنت اتمنى من الله ان جدي تفاتحيني فيه. انا احاول اني انا اكلمك، فجأة انت بنفسك تجين وتفاتحيني في الموضوع. عجيب. وش فيها يا كنعان؟ فيها اشياء وايد افا عليك. والله الحمد لله ماني مصدق انا. صدقين انا خايف الحين. انا خايف انك انت ترديني بكلامك واتوهق. ليش؟ شايفني مينونه؟ لا مو مينونه ولا شيء. بس من صدقك انت اكيد. اي. لا لا العافيه. ترى اذا غشمره خلنا اغرق نفسي بالبحر واطيح احسن. بسم الله عليك. بسم الله عليك على ايش فيك تضحك؟ صدقين الوالده اليوم فتحت لي موضوع الزواج. ليكون وراي دورت لك مره؟ ايه كلمتني عن قماشه. تقول لي ايش رايك تاخذ قماشه؟ خاطرها اني اخطب قماشه. انت ايش قلت لها؟ انا صدقيني في لحظه ضعف قلت لها خلاص خلنا نوافق، لكن بعدين لا، قلت يمكن يكون في شويه امل. انا للحين السالفه مو داشه مخي، فعلا اللي قالوا صدفه عجيبه. ولا انت بنتي معاه؟ لا معاه. والله يعني حد لعقتي علي جيب فجأة جيب مثل مسلسلاتكم في آخر لحظة، بغى يطير منك فارس أحلامك كنعان. هوب إيتي صدتيني. كنعان؟ كأنك شوي مغرور. مغرور؟ يعني مو وايد. إيه شنو مغرور؟ أنا مغرور؟ أنا ماني مغرور ولا شيء، ما أدري الكلام هذا منين طالع. ما تعرفيني أنت؟ رفع عليك بس رفع عليك. أنا لاني مغرور ولا شيء بنت الناس، لكن مسألة قماشة صعبة شوي إني أنا أفكر فيها يعني. ما دام أنت تبغي قماشة وتبغي تتزوجها، ليش ما خطبتها؟ لأني بصراحة أبيك أنت. تبيني أنا؟ توك قايل مفكر تاخذ قماشة. إيه قماشة ما فيها شيء. القماشة بصراحة يعني ما شفنا منها شيء مو زين، بالعكس القماشة بنت طيبة وأمورة وحبوبة وخلوقة وايد صفات حلوة. بعد في شيء؟ يعني أنا اللي مو أمورة ولا خلوقة ولا يعني ايش تبغى أقول لك؟ صراحة 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 أقول لك أنا ابنك، أنا ابنك. ما أقصد ايه الشغل ما خلص. الو هلا هلا والله يوسف شلونك؟ والله الحمد لله تمام. شو اسوي يا يوسف؟ الشغل ما يخلص يا معو. ايوه وانا اخوك شلون؟ دلال اي تلقاها بالشاليه مع قماشه. ايه تبي الرقم؟ سجل عندك. قماشه وقفي وقفي يا قماشه. وينك؟ قماشه خالتي ايش فيك؟ قماشه تعال خالتي. بسم الله عليك الرحمن الرحيم. شو تعبت؟ ما اشوف زين وقلبي يرمع. الله يحفظك خالتي. شيل ايدك من عينك الناس ليل. اه الكبر شين يا بنيتي. ماشي نعم قبل ما تاخذ ها؟ خير خالتي في شيء؟ انت ايش حقيقي بشكل جلال قبل الحين؟ ايش قصدك خالتي؟ انا واضح انت طاري من جلال عدل؟ خالتي؟ انا ماني فاهمة انت ايش تقصدي؟ احنا حريم ونفهم بعضنا. انت ودك اللي تقاتل علشان، لكن يخسرها اذا شافها استسلمت. سأليني انا يا يمه، سأليني اللي اشوف الافلام العربيه وقاعده اقول لك نفس اللي ما اسمعه هناك في الافلام العربيه. سمعيني زين يا يمه،
دافعي عن حياتك وعن مستقبلك. بس يا خالتي بلولة صديقتي، وصديقتي من عمر يعني أنا أحبها مثل ما أحب نفسي يا خالتي. كيفك؟ أنا قلت لك وأنت أبخس بحياتك. طبطب على قلبك هدى 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 هدى، لا يفز من أول هدى 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 هدى.